السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله زينين. هسه احنا بسوق شلال، تحديدا الفتحة الاولى مال سوق شلال مال صلاح الدين. طبعا اول ما تجون على ايدكم اليمنى محلات حرير، طبعا محلات مختصة بالجبب، شغلات تموت، موديلات كلش حلوة والاسعار بعد احلى. تعالوا نشوف شنو الاسعار اللي عندهم، تابعوا المقطع. هذا حبيب ابو حسين، شلونك؟ قلبك فدوى قلبك علاو حبيبي. شنو الموديلات اللي عندك وشنو الاسعار اللي موجوده؟ انه العيد قرب ان شاء الله، هوايه حلوه واسعار كلش مناسبه. ام 35 صارت 25، يعني كل عراقي درجه اولى فرسان. حلو، يعني مسوين عليهن عروض. ام 35 صارت ب 25,000، وطبعا كله يقول درجه اولى وشغل الفرسان، وشغل الفرسان معروف. يعني مثلا عندنا هاي اول وحده، طايات اكو بشتات اول وحده كلها بيها الوان، هاي بيها الوان جميع القياسات. حلو، القياسات الخاصه وهاي الصور موجود من سمول ل 3 اكسات. حلو، بالنسبه للذني الثلاثه زين. هذا شنو؟ هذا فخامه خليجيه، خليجيه هاي توفر بيها جميع القياسات، الالوان موجوده بيها. بصفة عندك نظام بشت، هذا البشت اي هذا اللي يبيعوه، اللي عاد كله على 35، موجود هنا بمحل حرير على 25,000. شوف طبعا هنا باكثر من لون. شوف هسه هذا واحد، شوفوا عندنا هذا اثنين، شوف هذا ثلاثة، طبعا هو أربعة ويا هذا اللي معروض. شوف هذا الموديل الثاني، فد شي يخبل يخبل هذا، وعلى 25,000 باع الظهر مالته روعة، بس شي يكون الظهر. طبعا تجي هيك شلون الفراشة ما خفاش، فد شي يخبل. شوف عندنا هنا موديلات ثانية، هذا هو كله خليجي، كله خليجي، اكو شغلات عراقيه، شغل تطريز كلش مرتب. قلت لك ماشي الفرسان هذا الدرجه الاولى. حلو زين، دول المعلقات شنو دول؟ شو اسمه هذا؟ هاي قصه عراقيه. ها هاي قصه تطلع بيها بالعيد، فشي كلش هاي مال عيد كلش حلوه، هاي هم عراقيه. شوفوا طبعا للمعلومه هسه هو معلق، هاي كل وحده والموديل اللي وراها مختلف. شوف يعني هسه هذا مثلا تيجي على الورا، لا هذا نفسه. شوف شوف الورا غير موديل، شوف هاي كل قطعة ما شاء الله كلهن حلوات كلهن مميزات. شوف عندنا هاي همين شغل عراقي، الموديل مالتها كلش توب. هاي يجي بيها الوان، يجي بيها الوان اربع الوان خلاص، يجي بيها اربعة وخلاص اربع الوان. هل اللي هي هاي فشي مميز. هذا شوف عندنا هاي هم شغل عراقي، بس السواد كلش حلو. شوف عندنا هنا هم موديل هذا كذلك زين. شوف هذا الشغل مالته من جوا، هذا الشغل على طول الظهر لو بس ال لو بس هاي الجو، لا بس الجو والظهر مالته ثابت، قطعه كلش فخمه وكلش ناسي يعني. حلو، هنا يونسكم بالقطع لان شي احلى من شي عدل. شوف شيك لهنا الجوال هذا مالتل، هذا شغل سوري بيت شي خبر، وكله هذا كله يجي حزام هذا السوري. حلو، وكل القياسات موجودة بي، واهم شيء ركز لنا على الخاص، اكو خاص عندك؟ حلو، يعني السمان ما ننساكم. عندنا هاي قطعة موت وهذا قياس خاص، بس شيك الجمال مالت.
والقياس مالتها خاص فشي يخبر. هذا سوري؟ هذا عراقي. هذا عراقي درجة أولى. شغل درجة أولى كريستال. شوف عندنا هاي هالمقطعة كلش حلوة مميزة وباع الشغل اللي بالردان كلش راقد باع الجمال مالتها. وكل الأسعار مثل ما قالكم على 25 وراح أخليلكم الرقم مالته بالوصف مال الفيديو. أي استفسار تخابرونا. شوف طبعا هنا هاي اللي قلت لكم الموديلات اللي عنده زين. وللمعلومة توصيل عنده شعب صليخ العظمية هاي المناطق القريبة عليه موجود بين توصيل زين. مدينة ما مدينة كل التوصيل موجود هنا يعني كل التوصيلات موجودة الجميع مناطق العراق بدون استثناء. بس القريب عليه العظمية صليخ الشعب توصيل مجاني. حلو يعني عنده توصيل مجاني زين. المناطق جدا قريبة عليه اللي قلت لكم عليهن زين. وعده باقي المناطق ايش قد التوصيل باقي المسافر؟ محافظات خمسة وبغداد كل مكان على 5000. كل مكان على 5000 دينار. هذا المحل الثاني هذا عباءات الهدى اي عباية على 25000. شوف شكو عباية هنا داخل المحل على 25000. شوف هسه عندنا هذا بالبداية هذا شنو خليجي هذا جكار مصري هذا حلو مشجر زين. هذا شنو بشت؟ هذا شلون القفطان يصير؟ بشت هو عباء قطعتين بس هو المدير مالته قطعة واحدة. قطعتين هذا؟ اي قطعتين. حلو هذا شغل عراقي هذا مو؟ هذا هم عراقي. شوف عندنا هنا زين خليجي ما خليجي هم موجود؟ موجود عندنا مصريات يعني. هسه راح نرجع على الفوق زين. هذا شنو هذا الشغل هناك؟ عراقي. هذا كله عراقي؟ كله عراقي. الجو عندك شوف عندنا هنا هذا الجو اغلبه شغل عراقي للاخير. قياسات خاصة موجودة؟ قياسات خاصة. حلو شوف عند زين اكو هذا اللي يصير من جوا عريض وهاي كلوشة ما اعرف ايش يسمونه. كلوشة هذا الموجود من جوا حلو قطعتين مصري والاسعار كلها على 25000 زين. هذا الفوق هذا الفوق كله مصري هذا كله شغل مصري وبيه قطع كلش حلوة زين. هاي بحال اذا رادوا توصيل موجود عندك توصيل هم عنده توصيل. زين دني بالبداية شنو دني؟ هسه راح ارجع لك على دني. هذا البشت هم سعره 25. شوف عندك هنا هذا هم كله شغل عراقي واغلبيتهم شيء يخبل. هذا الاغلبية يجي سحابة؟ اي اغلبية. الاغلبية يجي سحابة. بس شيء احلى من شيء وشيء يخبر والاسعار كلها على 25. شوف بالنسبة للفوق على 25000 دن مصريات قسم عراقيات مو سوى. شوف هذا كله مصري الفوق وهذا البشت هذا بي بعد الوان هواية. شوف يعني هسه دني هي الوان هسه ما معروف
ها الوان ما معروضة. يعني بي بعد الوان ما معروضة. شنو اللي بي بعد؟ شوف هاي البشتات بعنا الوان. هذا واحد. شوف هذا اثنين. كلش هواية الوان بي. با هذا ثلاث. شوف اغلبه يجي مطعم. با با هذا اربعة. شوف شوف هذا الاسود. طبعا الاسود مالته وبع شيك لي يصير شلون الخفاش. السواد مالته فحم يعني فتشي خبل. شوف شوف هذا اسود ومطعم بعد شو قد حلو. شوفوا منا للاخير هاي كلها الوان. شوف يعني عندكم باور عندكم هذا بابا كلها 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 هاي كلها الوان كلها الوان شو تريدون موجود. قلت لكم ما شاء الله محل جدا ضخم ايش قد ما تتصورون. وعده محل ثاني بصفه هم جباب. هسه نروح نشوف شنو. وهذا عند الرقم راح اخليه بالوصف توصيل جميع المحافظات العراق. بيش التوصيل على 5 على 5000 دينار. اهم عباءات الهدى هذا محلهم الاول ابو 25 هذا محلهم الثاني. طبعا محلهم الثاني قطع الصير كلها غالية يعني تقريبا من 45,000 لل 45 لل 80,000 دينار. زين لل 80,000 دينار. زين كلها موديلات قوية وحلوة. هنا عنده بس تركي ومصري واماراتي واردني عنده بس موديلات ما شاء الله يعني بحر بحر من الموديلات. شوف عنده ذني موديلات وعنده بعد موديلات تقريبا بالمئة وخمسين موديل يقول ما معروضات هنا وبالمخزن. شوف هاي بس شي يكون الشغل مالته فتشي كلش حلو. الشغل مالته درجة أولى. أكو يعني شغل بالصدر بالردان جوة. شوف طبعا هسه هاي موديل مختلف. شوف هذا الاخ با بالنسبة للمعلق. شوف شوف هاي شغل فتشي عالمي هاي. كلها موديلات مختلفة. طبعا الاخ هنا عنده تقريبا هاي محليا وبعد عنده محل ثالث. قلت لكم الاسعار من 45 لل 80 الف.